للحديث عن الأسواق العالمية انضم إلينا ضيفنا في الأستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك أهلا سيد وسهلا. رائد. إذا دعنا نبدأ أولا بالاقتصاد الآسيوي وأيضا معدلة النمو الإيجابية في الصين، أكثر من 6% هي معدلة النمو خلال الربع الثاني، ترافقت بأداء إيجابي لقطاع التجزئة وأيضا قطاع التصنيع، وبالتالي كان ربما الطلب الداخلي أثر بالإيجاب على الاقتصاد الصيني. برأيك كيف هذا ممكن أن يؤثر على الطلب العالمي والأسواق العالمية بالتحديد؟ بلا شك بالقراءة التي جاءت من الاقتصاد الصيني تهدأ وتطمئن الأسواق نوعا ما عن صحة وتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين، بعد أن كان هناك الكثير من التكهنات والشائعات بأن ثاني أكبر اقتصاد ضعيف ولدرجة متباطئة بشكل كبير. أعتقد قراءة 6.9% والحفاظ على وتيرة قريبة من المستويات 7% كوتيرة نمو لاقتصاد ضخم كالاقتصاد الصيني على هذا المنوال يعتبر إنجاز إيجابي وجيد جدا، خصوصا في ظل يعني ضبابية في الاقتصاد العالمي ومتغيرات كثيرة في الاقتصاد العالمي حاليا تلقي بظلالها على معظم الدول وتمنعها من تحقيق مستويات النمو، وذلك رأيناه يعني بتصريحات كريستين لاغارد والمؤسسات الدولية ذكرت أن الاقتصادات إجمالا تمر في مرحلة صعبة حاليا والتوقعات بالإيجابية خلال الفترة القادمة، لكن مع ذلك الاقتصاد الصيني طبعا ركز على تحريك الاقتصاد داخليا من خلال تعديل بعض التعديلات الهيكلية داخل الاقتصاد الصيني بهدف تحريض الاستهلاك والإنفاق الداخلي بشكل أكبر، وبالتالي تحسين أداء عجلة نمو الاقتصاد الصيني أكثر من اعتمادها كليا أن يكون في عنا على الصادرات حسب، وبالتالي مثل هذه القراءة سوف تكون محفز للأسواق الآسيوية إجمالا وكذلك للأسواق العالمية بمثل قراءة تحسن الإنتاج الصناعي اللي شاهدناه يوم أمس، وأيضا بالتالي هذا سينعكس على الطلب العالمي طبعا سواء 100% على النفط وأيضا تمام. على العديد من السلع العالمية. نعم تمام. سيد رائد، دعنا ننتقل من الاقتصاد الصيني إلى أوروبا، دعنا ندخل في بريطانيا مباشرة. لعلك تلحظ أن هناك ميول واتجاهات للبنوك المركزية في العالم بدءا من الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مرورا حتى ببنك إنجلترا المركزي لرفع معدلات الفائدة. الآن بريطانيا تضخم 2.9% مرشح في الاستمرار، هل نأمل في تشديد الفائدة لكبح جماح التضخم في بريطانيا؟ الانقسام داخل المركز البريطاني حدث فعلا، وبدأت التصويت داخل المركز البريطاني على رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الخارج عن السيطرة أو الجامح الذي ممكن أن تكون آثاره السلبية أكبر بكثير من التضخم المنخفض أو المتراجع. بالتالي الركود التضخمي أو التراجع التضخمي أثره يمكن معالجته أما من خلال سياسات مطولة، بينما الركود أو التضخم الجامح يحتاج إلى تدخلات حادة ورفع حاد لأسعار الفائدة لمجابهة طبعا التضخم. ما شهدته المملكة المتحدة هو تراجع حاد في الجنيه الاسترليني بنتيجة البريكزيت، وهذا أثر على مستويات التضخم بالارتفاع. بالتالي هو ليس تضخم سليم نتيجة الإجراءات التي يتم اتخاذها سواء في السياسة النقدية أو السياسة المالية، وإنما هو ناتج كليا عن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، وبالتالي يحتاج المصرف بنك إنجلترا المركزي إلى التدخل برفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي للحد من هبوط الجنيه الاسترليني بشكل كبير، وبالتالي يعني تتماسك مستويات التضخم عند على الأقل المستويات الحالية. المركز الأوروبي هو يصرح ويقول أنه لن يحدد موعدا لبدء تخفيض شرائه للسندات، ونحن نعلم أنه كان قام بهذه الخطوة منذ 2015 لتحفيز الاقتصاد، هو يشتري قرابة 60 مليار يورو تقريبا شهريا من السندات للشركات وأيضا للدولة، بالتالي حاليا لا يحدد، هل ما الذي ينتظره؟ هل ينتظر معادلات التضخم أن تتحسن، أم ربما هو لا يريد أن يأخذ خطوة حاليا في ظل اتفاقيات خروج بريطانيا أو مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
جاءت البيانات يعني التلميحات واضحة، يعني الأسواق لا تأتي بالأحداث من فراغ، إنما بيان السياسة النقدية من المركز الأوروبي الأخير وما تم التصريح به على لسان ماريو دراغي أن البنك المركزي الأوروبي يستفيد بشكل واضح من برنامج أو استفاد بشكل واضح من برنامج التيسير، وحان الوقت لبدء تقليص تدريجي لضمان تدريجية تغيير السياسة النقدية وليس التغيير بشكل مفاجئ أو حاد أو طبعا وهذا له اثر سلبي سوف يكون على الاقتصاد. بالتالي سوف نسمع وتزداد اهميه، يعني نحن كمضاربين بنهايه الامر على الاسواق، تزداد اهميه اجتماعات المركز الاوروبي على الاقل خلال الستة اشهر القادمه بشكل كبير للحصول على اي تلميحات بشان كيفيه تقليص برنامج التيسير، لانه راح يوصلوا لهالمرحله هي خلال الفتره قريبه وسوف يضطروا الى بدء عمليه التقليص التدريجيه. برنامج ضخم يفوق تريليون يورو، يعني مثل ما تفضلت 60 مليار يورو شهريا، حجم البرنامج كله تجاوز تريليون يورو ك يعني برنامج تيسيري، فبالتالي يحتاج الى مده حتى يبدا تقليص هذا البرنامج للعوده الى المستويات الطبيعيه ومن ثم التفكير بامكانيه رفع اسعار الفائده. ولكن مجرد فكره انه تتقلص الفجوه ما بين السياسات النقديه ما بين الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الاوروبي، لاحظنا مباشره كيف تفاعل اليورو، كيف تفاعلت الأسواق الأوروبية إجمالا مع هذه النوايا المبطنة اللي لسه ما ظهرت بالشكل الواضح من خلال خطة محكمة من المركز الأوروبي. نعم سيد رايت، دعنا ننتقل إلى المثلث الذهبي، ذهب نفط دولار. والذهب يسجل ارتفاعات معقولة في حدود 1235 دولار إلى ما ذلك من هذه التفاصيل. الآن في ظل تراجعات أسعار النفط، كيف سيكون مسار الذهب في تقديرك؟ يعني الذهب هناك تماسك واضح حاليا على الأقل فوق مستويات 1232 دولار للأونصة للوقت الحالي، ممكن أن نشهد مزيد من الارتفاعات، لكن إذا لم نتجاوز مستويات 1236 دولار للأونصة وإغلاقات قوية فوق هذه المستويات، لن نستهدف 44 ولن نستهدف العودة إلى 1300 دولار للأونصة. هذا على الأقل فنيا بالنسبة لتعاملات الذهب للوقت الحالي، فهو محصور بين مستويات دعم ومقاومة قريبة. هناك حركة عرضية ضيقة خلال فترة يعني من افتتاح الأسواق يوم أمس، عفوا إغلاقات الأسواق يوم الجمعة حتى تاريخ اليوم، وهذا التداول عرضي ضيق ضمن هذه المنطقة، نحتاج الخروج خارج هذه المنطقة حتى يكون هناك اتجاه جديد. ولكن مثل ما ذكرنا فنيا الذهب معرض لإمكانية مزيد من الارتفاع. أما ارتباطه بأسعار النفط في الوقت الحالي، فأسعار النفط متراجعة بشكل واضح وتضغط بمزيد من الانخفاض. قوة الدولار الأمريكي هي اللي ممكن يعني تكون حاجز أمام ارتفاعات أسعار النفط وحتى أمام ارتفاعات أسعار الذهب إذا عادت مجددا، حاليا لا يزال ضعيف. متابعنا تراجعات بالنسبة للدولار. مجلس الاحتياطي إذن يغرم بين بباريبا حوالي 246 مليون دولار ويتهم بالتلاعب بسوق العملة وأنه بإشرافه لا يشرف بنزاهة على هذا الموضوع، كيف ممكن أن يؤثر طبعا على التداولات بالنسبة للسهم على البنك وأيضا بالنسبة للدولار وتداولات العملات؟ يعني إجمالا بلا شك سوف يؤثر ذلك سلبا على تعاملات السهم، وسوف نراه مباشرة مع افتتاحات الأسواق يعني تحت الضغط بشكل أكبر. ولكن النقطة هي أن الموضوع التلاعبات يعني سوق العملات سوق ضخم جدا يفوق 5.3 تريليون دولار أمريكي يوميا يتم تداولها في هذا السوق، وبالتالي مثل هذه الأحداث قد يكون لها التأثير المؤقت على أسواق العملات وتعود مجددا للأسواق للتفاعل مع كافة الأحداث المؤثرة. بلا شك سوف يكون هناك تأثيرات. الصين بحد ذاتها كانت يعني تتلقى اتهامات بالتدخل بعملة اليوان وبالتلاعب بها، ومع ذلك يبقى اليوان حر للعرض والطلب لأنه هذا سوق يعني معومة جميع العملات اللي نحن عم نتداول عليها حاليا متروكة تماما للطلب والعرض، وبالتالي يعني الأحداث يكون لها تأثيرات مؤقتة وتعود مجددا إلى الاتجاهات العامة. سيد. على أي بأن في باريبا يعني ينفي هذه الاتهامات؟ رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.